لا تسافر في قطار رحلتك دون وجهة أو هدف. كن واثقاً من خطوتك قبل المسير، وارسم لنفسك مساراً تستحقه. حلقة جديدة من برنامج المحطة، حياكم الله، مع ضيوفي الكرام. ضيف الأول هو الأستاذ حيدر مجيد، المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء. حياك الله ورمضان كريم. حياكم الله، أهلا وسهلا. رمضان كريم مبارك عليكم وعلى الجميع، الكادر والشعب العراقي. شكرا جزيلا. أيضا ضيفي الآخر هو الدكتور سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة. حياك الله ورمضان كريم عليك. حياكم الله، رمضان كريم. تحية لكم الكادر الرائع، وأشكر الدعوة للمشاركة في هذا البرنامج، وأحيي أخي وزميلي الأستاذ حيدر، وشكرا جزيلا وأهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا. يمكن أنا عادة أسأل عن رمضان أو كذا، بس اليوم راح أسألكم عن المكان هذا وذكريات هذا المكان. هذا المكان أي ضيف يجينا يعني يقول أهنيكم على اختيار هذا المكان اللي هو المحطة. كل واحد بينا يمكن إلى ذكريات بي، حتى إذا فايت من يمه مو إلا يعني راكب بالقطار. خليني أبدي بيك أستاذ حيدر، شنو رأيك بالمكان وشنو ممكن رجعك لذكريات؟ والله رجعني إلى سنوات طويلة، على اعتبار أن أنا عتيق يعني مو جديد. يعني هاي كبر بنفسه ها دكتور. يعني السبعينات الثمانينات أتذكر، يعني بعدك صغير أهل. عمري 54 سنة، تيجي من الأخير حتى. 1/3 دخلت بال 54. العمر كله إن شاء الله. للجميع إن شاء الله. فهذه المحطة أنا أتذكر مسافر بيها مع يعني مع الأهل، الوالد والوالدة الله يرحمها. الله يرحمها. يعني كانت الرحلات موجودة هنا. بغداديين او عموما يعني بالعراق كان السفر بالقطار الى ذائقه، راحه ونسه. صح المسافه طويله تعبر 10 الى 11 ساعه، لكن كانوا يستمتعون بالقطار. انا اتذكر حتى بالستينات والسبعينات الزواجات اللي يصير يطلعون شهر العسل، اما الموصل او البصره يطلعون بالقطار. بالقطار اتذكر هذه الامور. صار لي سنوات يعني هسه ما اعرف ايش قد، بس استذكرت هذا المكان. متعه متعه لو تحس انه الطريق على قولتك طويل، فبالتالي تروح متعه الطريق. لا بالعكس، متعه الطريق، يعني خصوصا يعني هم الاطفال دائما يحب يقعد يم الشباك يباوع. فنمر باقضيه، بنواحي، بقرى، نشوف الاشجار، نشوف النخيل، نشوف الانهر، نشوف الناس، كل شيء موجود بالشارع. نتفرج على السيارات، تعرفين هذه الأطفال يحبون هذه الأشياء. فكانت هذه المتعة أنه إحنا نركب بالقطار. شلون هسه الناس تحب أكو بالضبط، أكو محطات بالطريق في كل قضاء، في كل ناحية أكو محطة، في كل محافظة تمر بيها إذا أكو أكثر من محافظة محطة رئيسية استراحة. الأكل اللي موجود يعني كافتيريا. اليوم ممكن تركب القطار؟ نعم. اليوم ممكن تركب القطار في هذه الفترة؟ عسى احنا نعتبر نفسنا راكبين بالقطار، وعسك ان شاء الله ومنطلقين. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور سيف، راكب بالقطار؟ لا والله ما كان بالعراق او شايف القطار، واتذكر حتى القطار البخاري باخر ايامه. يعني بالنسبه لعمري يعني انا اتذكر نهايه الثمانينات شايفه اخر مره القطار البخاري، ما اعرف وش وقت اتجهوا نحو الديزل داخل الى محطات قطار. مو هذه داخل في غير محافظات، لكن انا شخصيا ما راكب قطار مع الاسف، لكن تجربه يعني يحتاج نشوفها. وهنيكم على اختيار المكان، فعلا لطيف والجو جدا حلوة. جدا، والاختيار الموقع يعني ما شاء الله. شكرا جزيلا. يمكن اليوم لازم نبين للمشاهد احنا بالتالي برنامجنا موجه للشباب. اليوم الشاب يحب يعرف شنو دور الناطق او المتحدث الرسمي لوزاره معينه او للامانه العامه لمجلس الوزراء. ابدي بك استاذ حيدر، شنو هو عمل المتحدث وشلون يبدي؟ يعني نقدر نقول مسارك شلون يبدي حتى تكون متحدث وكذا، والمؤهلات اللي تأهل الشخص انه يكون هو متحدث رسمي. أنا برؤيتي الشخصية الخاصة المتحدث الرسمي أشبهها بالمسوق. مسوق للبضاعة. هسه مثلا تلقين المحل أو شركة بها واحد مسوق يوقف يروج للبضاعة. أنا أيضا أعتبر نفسي كمتحدث أروج للبضاعة الخاصة بمؤسستي.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هاي الكلمة يجوز غيرك ما يحبثها. حلو من عندك هذه. لا 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 هم راح يأخذها بالجانب الآخر. بس هو فعلًا أنا أنقل نشاطات وفعاليات مؤسستي. إضافة أنا أختلف عن دكتور سيف وبقية الإخوان الزملاء المتحدثين على اعتبار الأمانة العامة مظلة لكل المؤسسات الرسمية. وزارات وهيئات ومحافظات يعني 52 مؤسسة رسمية. احتمال اتعرض لاي سؤال يخص اي جهه او وزاره. صح انه هو يعني مو اختصاصي يعني اكو امور فنيه بحته بوزاره الصحه الامور الفنيه والطبيه انا ما اقدر احكي بيها، اكو ارقام ومعطيات ما اقدر احكي بيها، لكن اكو امور عامه اللي تتحدث عن مشاريع اللي عندنا اطلاع. بالمناسبه احنا كمتحدثين اكو يعني تواصل مستمر بيناتنا. هو أنا هذا اللي اريد اسئله يعني بالكواليس يمكن حكينا عن هذا الموضوع بس امام الشاشه يكون اكو تواصل اذا موضوع يخص مثلا الصحه اليوم تسال الدكتور سيف يا باني جاني هيك خبر شنو الموضوع طبعًا حتى انا اقدر اجاوبه. يعني احنا تكون معلومتك أكو حقيقيه. اكو جروب خاص بيناتنا. هذا الجروب تنطرح بي على مدار الساعه كل انشطه الوزارات. يعني أنا عندي علم أنه وزارة الصحة باشر عندها افتتاح مثلاً أول بارحة إحنا قبل 3 أيام عندهم مشروع افتتاح راح أخذ دورك إنهالات فضل افتتاح المرحلة الثانية من تأهيل مستشفى الإمامين الكاظمين عليه السلام. هاي عندنا علم بيها. أيضاً عندنا علم وزارة النفط عندها كذا مشروع وزارة ممكن أنه تصرح بيها لو تصريح يجي بس عن طريق لا أصرح بيها يعني ك مصدر حكومي كأمانة عامة أحكي عن مشاريع بصورة عامة. لكن أنا مو متحدث باسم الصحة أكو لها متحدث ولا أقدر أحكي بالأمور الطبية والفنية طبعا. شوف الإعلامي الطبيب لازم خريج كلية الطب. المحامي لازم خريج قانون والمهندس لازم خريج هندسة. الإعلامي مو شرط يكون خريج كلية صح. إعلام نهائيا الإعلام يجي بالممارسة موهبة. بالضبط. نجي على دور المتحدث. احنا عندنا مؤسساتنا الرسميه، هذه المؤسسات عندها شغل وعندها انجازات. نعم. اكو بها مشاكل تصير ممكن. هذه الانجازات، هذا العمل، هذه المشاكل لازم تعرفها الناس عن طريق وسائل الاعلام. هذا دور المتحدث. هسه سواء انه هو يخرج بمؤتمر صحفي اسبوعي او هو مره اكو معلومه جدا مهمه يريد يوصلها يتصل بوسيله اعلامي يوصل هذه المعلومه. خليني اسال سؤال، يعني اذا عندك مثلا موضوع مهم جدا انت من تطرح انه يكون مؤتمر صحفي لايصال هذه المعلومه لو شلون مثل ما نقول تكون على قولتك توصل هذه المعلومه للقنوات الفضائيه فقط بدون لا مؤتمر حسب صحفي. حسب الحاله تستوجب مؤتمر صحفي لو لا. مثلا اكو فد خبر سطرين ثلاثه اريد اوصل الوسائل الاعلام انطي لي وسيله اعلام، هذا ما يستوجب مؤتمر صحفي. تعرفين المؤتمر الصحفي يحتاج تحضيرات وتجهيزات طبعا. واستدعاء محطات فضائيه ومراسلين وراح يجون يوقفون ونحكي لنا كلمتين ثلاثه وبدون اسئله. لا المؤتمر الصحفي للمواضيع المهمه الكبيره الحساسه اللي بيها سؤال وجواب، بقيه الامور لا. هسه يعني قبل البرنامج يعني قبل 5 دقائق يعني احنا شفناك طبعا اجاني مسج سؤال من يعني احد الصحفيين عن يعني عن موضوع مشاريع ما مشاريع جاوبت عليه. او مرات عندي يعني يوم امس الصبح كان اكو توجيه مهم للسيد رئيس مجلس الوزراء انا وصلته الى احدى وسائل الاعلام انطيت هذا التوجيه والتوجيه كان في جلسة مجلس الوزراء. تختارون القنوات اللي تنطوها يعني القنوات اللي تحسون انه من راح توصل الخبر توصله كما هو. أنا بالنسبة لي ما عندي تفرقة بين وسيلة إعلام وأخرى، أنه أكو بعض يقول هذه مهمة، هذه غير مهمة، هذه متابعة، هاي غير متابعة، لا، كلها هي وسيلة إعلام واحدة قدام. نعم، يعني أكو قنوات مهمة، مثلاً إحنا نريد نوصل خبر هسه أنا إذا أريد أسوقه إلى كل وسائل الإعلام ممكن أنطيه للوكالة الرسمية. صحيح. الوكالة الرسمية من تأخذ خبر؟ تأخذه كل الوكالات، لكن من نزل الخبر بالوكالة الفلانية ما راح تاخذ اي وكاله. فهذا موضوع التسويق اللي حكيت به. يعني اكو مشاكل يمكن
راح تتطرقين لموضوع المشاكل والمضلات هذه نجيها بعدين. استاذ حيدر خليني اروح لدكتور سيف. دكتور سيف اكو بعض الاشكالات والمشاكل والعوائق اللي تواجهكم كونكم متحدثين في بعض الاحيان، مرات المؤتمرات الصحفيه يعني جبهه قتال تصير، الصحفي يسال سؤال يريد يوقع المتحدث بمأزق، المتحدث يحكي حكايه تنوخذ بغير مأخذ. احكي لنا عن هذا الموضوع، وخاصه وياكم انتم مريتوا ب يعني ازمه جدا قويه اللي هي ازمه كورونا وما بعد كورونا، ولحد الان احنا دنعاني وما قبل كورونا ايضا. نعم مرت ازمات. يذكر استاذ حيدر تشكيل اول تجمع عندنا وتنظيم لعمل المتحدثين، وهذا كان اعتقد رايي الشخصي انها كانت تجربه ناجحه جدا. طرقت لموضوع مهم جدا اذا تسمح لي استاذ حيدر اعلق عليه، هو احيانا تكون الازمه متعدده القطاعات يعني غير متعلقه فقط بالصحه. مثلا ازمه نفوق الاسماك هي بيها وزارة الزراعة دور، وزارة الموارد المائية، وإذا انتقل المرض الحيواني إلى الإنسان هنا تدخل الصحة. طبعا قد يكون فيها جانب أمني، جانب اقتصادي تجاري، فمثل هكذا أزمة المواطن هو يقول ايش دخل الفلان ويا فلان، بس هي بالفعل فتجربتنا مع الأخوة مع باقي المتحدثين أو المكاتب الإعلامية في إدارة الأزمات اعتقد وجهه نظري كانت ناجحه الى حد بعيد. مثلا جاحت كورونا صحيح، وطبعا كل ازمه لها يعني تركيز على وزاره اكثر. مثلا جاحت كورونا مثال واضح انه بالدرجه الاولى موضوع صحي، لكن لما صار حظر دخلوا الامن، لما صار ايقاف لمصالح الناس طبعا اللي مضطرين الى هنا دخل الجانب الاجتماعي، وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه توجد عوائل فقيره وهكذا، وزاره النقل في بعض الامور وهكذا. فلا بد من تنسيق، وانا يعني اشكر كل أخوة المتحدثين كل المكاتب الإعلامية على الإطلاق، وبالخصوص أخي وصديقي أستاذ حيدر، أعتقد أن مستوى التنسيق عالي جدا، والآن تطور أكثر مع تأسيس فريق الإعلام الحكومي. أعتقد أنه فريق فعال ورشيق في عمله وتولى الملفات الرئيسية، واليوم مثلا صباحا كان شرفونا الإخوان من فريق الإعلام الحكومي في اجتماع مع السيد وزير الصحة الأستاذ صالح الحسناوي، كان حول موضوع الضمان الصحي اللي هو مفهوم جديد على العراقيين يحتاج جنبه إعلامية. كثير من الناس ما يزال متخوف، ونخب حتى نخب إعلامية ما يزال متخوف، يوجد سوء فهم سوء إيصال المعلومة، كنا نتحمل المسؤولية. خلينا نحكي بيه شوية. موضوع الضمان الصحي هو من أول أولويات البرنامج الحكومي في القطاع الصحي اللي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في أول يوم تولي المسؤولية. أول مؤسسة حكومية زارها وزارة الصحة. أنا كنت حاضر في هذا اليوم هذا الاجتماع. هو ما زار مؤسسة صحية، يعني هاي صارت قبل أنه مسؤولين رؤساء وزراء مثلا يزور مستشفى مركز صحي وكذا، لا زار مقر الوزارة مكتب الوزير تحديدا، واجتمع مع الكادر المتقدم للوزارة وأعلن أولوياته في الجانب الصحي، بدأها بموضوع الضمان الصحي كأولوية لرئيس الوزراء. ماذا يعني الضمان الصحي؟ الضمان الصحي هو آلية للتكافل الاجتماعي عندما يكون هناك آلية مالية حتى يضمن الشخص الغير قادر على أن يؤمن العناية الصحية الرعاية الصحية لنفسه أو لأسرته من خلال آلية مالية من خلال المتمكنين. إذن هي وسيلة وسائل التكافل الاجتماعي. هناك سوء فهم واضح، كثير من الناس يتصور أنه الممول الأساسي هو الاستقطاع من راتبي أو المبلغ اللي أنطيه بشكل شهري. لا، الممول الاساسي هو الحكومة، يعني هو الحكومة العراقية. فعلا يعني اغلب الناس تفهمها هيك، يعني انت دا تاخذ مني ودا تاخذ ابدا تفهم. الممول الاساسي هو الحكومة العراقية. حلو. وتطبيق قانون الضمان الصحي سيكون بشكل مرحلي وايضا حتى مناطقي. في الوقت الحالي احنا حوالي 300,000 عراقي مشمول به، من ضمنهم ما لا يقل عن 100,000 من المشمولين بالشبكة الحماية الاجتماعية من العوائل المتعففة التي سوف تلتزم الدولة بالكامل برعايتهم الصحية. طبعا كل الحالات السرطانية مثلا الأمراض المزمنة اللي كانوا يتلقون العناية بالمجان ستبقى وستبقى. حلو. أيضا بالمجان تماما، وغيرها من التفاصيل اللي تحتاج تظهير. وهنا أنا أطلب من جنابكم ومن فضائيتكم الكريمة اللي نوجه لها تحية حب واحترام على دورها الكبير في نشر الثقافة والوعي الصحي، أنا أطلب من جميع وسائل الإعلام أن تكثف العمل في جانب التوعية والتثقيف عن الضمان الصحي. هو كان محور اجتماعنا اليوم أستاذ حيدر، لأن هذا الموضوع يحتاج وقفة جادة من جميع وسائل الإعلام. سألتيني على موضوع الصعوبات اللي نواجهها. وجهة نظري أنا أعتقد بعد عدة سنوات من العمل الآن تمكننا من بناء مستوى ثقة
وصداقة وأخوة وعلاقة مع أكثر وسائل الإعلام. طبعا أن يكون مرضي عنا 100% هذا أمر غير ممكن، وأن من وجهة نظرنا أن نرضى على جميع وسائل الإعلام هذا أيضا أمر غير ممكن. أنا دائما يعني نقطة دقيقة، أتمنى أنه ما يكون المعيار للإعلامي أنه دكتور سيف أو أستاذ حيدر هو يجاوبني عن كل الأسئلة، أو دائما يحضر إلى برنامجي، أو 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 لما أستدعي أو أطلب حضوره ومشاركته في برنامج معين يجي أو ما يجي. هو مو واجبك، مو واجبي أنه أرضيك أنت كشخص. أنا واجبي، أنت سألتي بدأت حديثك من هو المتحدث الرسمي. المتحدث الرسمي هو اللي يمثل مؤسسته، يمكن نفس ما قال أستاذ حيدر، أنا قال هو المسوق. نعم نعم. أنا أضيف للي تفضل بأستاذنا أخي أستاذ حيدر، هو المتحدث الرسمي هو اللي يمثل سياسة مؤسسته أمام الرأي العام، أمام وسائل الإعلام، اللي يمثل وجهة نظرها. لأن أحيانا نحن عملنا البيروقراطية اللي عندنا ربما مصطلحاتنا وآلية عملنا ما تكون مفهومة للمواطن البسيط فعلا. فهذا الشيء يحتاج تبسيط، يحتاج شرح. وخير مثال هو موضوع الضمان الصحي، أو قبلها مثلا جائحة كورونا. كثير من الناس صار عندها التباس أو تشكيك بالخطاب الحكومي، ونحن ورثنا تركة ثقيلة من التشكيك بالخطاب الحكومي. فأنا أعتقد أن الوضع الآن أفضل بكثير. أغلب وسائل الإعلام هي وسائل أكيد إحنا كنا متفقين على خدمة بلدنا وأهلنا وناسنا، ربما الحقيقة تحدث اختلافات. يعني أنا معاناتي مثلا اعتماد المصادر غير رسمية، هاي مشكلة بالقضايا الصحية. يعني إحنا بجائحة كورونا أكو ناس ماتت، فقدت حياتها لأن سمع سين أو صادنا الناس اللي استضافته وسيلة إعلام فعلا. يعني من أخوة وزملاء إحنا شرحنا لهم، يوجد من تفهم ويوجد من لم يتفهم. اللي ما تفهم أنا مضطر، وزارة الصحة اضطرت أن نتعامل معهم بالقانون، والحمد لله يعني بعد عدة أشهر لكن خسرنا يعني بعض الأرواح مع الأسف، لأن اعتمدوا على مصادر غير رصينة. فهذه المعاناة الرئيسية بالنسبة إلي اللي نواجهها بعملنا. طبعا توجد معوقات أخرى إذا تحبين تفردين لها محور إن شاء الله. أكيد نجي عليها واحدة واحدة، لكن خليني أسأل أستاذ حيدر، خليتني أفكر بموضوع أو بسؤال. المصادر العدة اليوم السوشيال ميديا بدأ يطرح موضوعات تخلي الرأي العام عنده أكثر من رأي وعنده أكثر من جانب، ويشوف المؤسسات الحكومية بغير طريقة. اليوم ما عندنا احنا كمواطنين وعي انه نروح للصفحه الرسميه ونشوف هذا الخبر هل هو صحيح او لا. بعدنا نعتمد على فلان مجله قالت وفلان صفحه قالت وفلان كتب هيجي وفلان قال هيجي. شو وقت نوصل لهذا المرحله اللي ناخذ الكلام من المصدر الرئيسي؟ يعني هذا الموضوع جدا يغث فعلا استاذ حيدر، ويمكن الكم يضركم في كثير من الاحيان. يعني ابسط مثال موضوع العطلة أو تعطيل الدوام الرسمي. وسائل الإعلام يعني خلينا نقول 1/1 رأس السنة الميلادية، هذا عطلة لا نقاش عليه. نعم. لا نقاش عليه. تجي وسيلة إعلام تقول الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستعلن يوم الأول من كانون الثاني عطلة رسمية. ثاني يوم انعلنت العطلة. تأكيدا لمن فردت به كذا. انت ما يعني انت يعني جاي تسوق لنفسك، انت وكاله يعني مع الاسف اكو وكالات يعني رصينه تسلك هذا السلوك. او يجي صارت وياي اكثر من مره وقاطعت هذه وسائل الاعلام مقاطعه رسميه وبلغت يعني مسؤوليهم انه انا هذه الوكاله لا ارد على تليفون ولا يعني بالتالي تاثر على عملنا، لانه يتصل بي صحفي ويتحدث معي حديث هسه هو مو خاص حديث بالعمل، لكن هو مو سؤال صحفي، مو مقابلة. أغلق التليفون وإذا الخبر يطلع بالتطبيق عاجل وماخذ تصريح رسمي ويدخلني بإشكال، يعني كلام عادي، كلام عادي ويدخلني بإشكال تسجيل أحيانا. هذه مع الأسف هذه مو مهنية بالإعلام بالصحافة. طرحتي موضوع السوشيال ميديا، خلي أكون صريح جدا، أكو أزمة ثقة ما بين المواطن والمؤسسة الرسمية، ما أقول ويا الحكومة، ويا المؤسسة الرسمية بصورة عامة. نعم. هسه أنا كمتحدث دكتور سيف أو أي مسؤول حكومي يطرح موضوع في فضائية أو ينشره في صفحة من صفحات السوشيال ميديا شوفي التكذيب. نفس الموضوع خلي طرحه شخص عادي مو موظف حكومي أو يعني من دول اللي يشتغلون الناشطين بموضوع السوشيال ميديا. نعم.
راح يصدقوه. اي فعلا. واذا كتب خبر هو غير حقيقي فيك نيوز ايضا راح يصدقوه. احنا الان بالعراق للاسف ليش هذه ازمه الثقه؟ يعني منو اللي خلقها هذه ازمه الثقه؟ حسه مره خلقتها السوشيال ميديا، مره خلقتها بعض المحسوبه على وسائل الاعلام، وسائل اعلام صفراء، وسائل اعلام حديثه وليده، اجتي مو لغرض مهنه الاعلام، اجتي لغرض الابتزاز. هذه معروفه. نعم معروفه موجوده لغرض الابتزاز، ابتزاز الموظفين، ابتزاز المسؤولين، ابتزاز المؤسسات الرسميه. احنا عذرا تطرقت لشيء استاذ حيدر، احنا مرات نقول الصحفيين، مرات نقعد قاعده جلسه مع سياسيين او مع، فمهنيتنا ما تسمح لنا مثلا حكي لنا فشي سر، يعني مثلا ما يريد يطلع للعلن. مهنيتنا انا اثق بصحفيين زملاء، اجلس معاهم او اتحدث معاهم، يسالوني اسئله، اقول له هذا الموضوع مو للنشر، اقول له هي ويضمه بقلبه ما ينطيل اي واحد. لانه اثق بي. هسه انا مو لانه اخاف على نفسي او اخاف على هذا الخبر، لكن اكو 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 اخبار هي غير قابله للنشر تعلن وان هي حقيقيه، لكن مره الخبر ياثر على وسائل الاعلام او ياثر على المواطن، هذا اللي ما يطلع. احنا ما عندنا شيء نضمه على الناس، بالعكس احنا شفافين ونجاوب ونسولف. نرجع على موضوع السوشيال ميديا. الان اذا سويتي احصائيه، سويتي استبيان بالعراق عن طريق القناه او عن طريق اي مركز للبحوث والدراسات، الاستفتاءات، تقولين انت منين تاخذ اخبارك؟ صدقيني 85 الى 90% راح اقول ليش من الفيسبوك وتويتر. يعني وهذا الخطا الكبير. يا اخوان، الفيسبوك مو وسيله رسميه، التويتر مو وسيلة أخبار رسمية. أنا هسه كمواطن مين أخذ؟ لا هي وسيلة أخبار، تأخذيها من المواقع الرسمية. عندنا مؤسسات إعلامية رسمية موثوق بها. نعم. وعندنا أنت إيش عندك موضوع؟ هسه تردين تسألين، هسه اسأليني أي موضوع تردين تبحثيه؟ العطلة. أكو صفحة اسمها الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هاي تنزل عطلة. عندك موضوع يخص مثلا الشغل الشاغل للشارع العراقي هو العطله ترى يا استاذ حيدر. صدقيني هي العطله موجوده. كل العراقيين اغلبهم يعرفون في هذا اليوم هو عطله، لكن هو لازم يسال ولازم يجاوب. يعني مره واحد من الصحفيين خابرني، قال لي باكر عطله لو مو عطله. زين. قلت له ان شاء الله اذا عطله راح ينشر في موقع الامانه العامه. اخذ خبر وتصريح باسمي انه غدا عطله. والله هاي هنا انتم هذا الاحراج دخلنا باحراج مع منو؟ نعم. مع وسائل الاعلام طلبوا مني تصريح ما انطيته فعلا. مع ادارتنا ادارتنا الوظيفيه طبعا تحرجنا العفو ساحدة، مع مؤسساتنا نفسها اللي نعمل فيها فعلا. عندما ينسب تصريح هو غير رسمي راح تحرجك انت كمعني بموضوع. بالضبط بالضبط. اي فموضوع السوشيال ميديا الان كل حتى الطفل المراهق اي شخص مهما يكون عمره بيده جهاز موبايل ذكي وعنده صفحة فيسبوك، هذا وسيلة إعلام متنقلة. ينشر. هذا يصور وينشر ويقول. عفوا. هسه هو مرة إيجابي. هذا لا بأس، جيد ينقل الأمور الإيجابية، يصحح أخطاء. مرات ينقلون إشاعات. لكن هذه نقل الإشاعات. يا أخوان، هسه أنت تفاعل ويا مقطع، تفاعل ويا صورة، تفاعل ويا خبر، أخذه بالجوانب اللي أنت تفكرها. هسه سلبي إيجابي أخذه. لكن الموضوع المصدر الرسمي، الخبر الرسمي، أخذ من مصدره. ما شاء الله كل وزارة وكل هيئة وكل محافظة عندها صفحة فيسبوك. أستاذ حيدر، يعني الأمانة العامة عندها صفحة على الفيسبوك وموثقة، وموثقة وعندها قناة على التليجرام، وأكو عندها سهلة تطلع بسرعة يعني موجودة. باللحظة ينزل الخبر بكل هذه الصفحات. وزارة الصحة عندها أيضا أكثر من وسيلة إعلام بالسوشيال ميديا. كل الوزارات، يعني أنا أعرف أكو وزارات عندهم تويتر وفيسبوك وتليجرام وانستغرام. هذه مو رسميه حتى من الصوره موجوده وموثقه. البلوتيك هاي العلامه الزرقاء بالنسبه لي كل نعم كل الوزارات هي موثقه بالعلامه الزرقاء، وحتى انستغرام بالنسبه لوزاره الصحه، ويوتيوب عندنا، وعندنا الويب سايت الرسمي، كل هاي الصفحات الرسميه، وعندنا ايضا وحتى كتابة الخبر مبين هذا كتابة وزارة لو كتابة شخص. لا طبعا هسه هذا مو كل الناس يعني فقط المهني او اللي يعرف المطلع على موضوع المخاطبات الرسمية. يعني انا هسه جيبي لي كتاب
ممكن حضرتك وممكن دكتور سيف مع احترامي لكم ممكن تصدقون بي، لكن انا من اشوفه احكي لك الخاص بالامانه العامه مثل ما انا هسه يطلع لي كتاب من الصحه ممكن اصدق به، لكن انا ودكتور سيف نعرف شنو الفورمه مالتنا، شنو الفونت، شنو الحجم، الخط ايش قد، وهذا اللي انا دا راسا بس اباوع اللي يعرف انه هذا مزيف او حقيقه. حلو هذا الشيء، ويعني احنا نامل من الناس انه تتجه للمصادر الحقيقيه قبل كل شيء. بالمناسبه حتى اكمل هذا الموضوع، الان احنا خطينا خطوه الان في طور الانشاء منصه على الفيسبوك راح توثق رسميا، سميناها اطلقنا عليها اسم مؤكد. هذه المنصه سمعنا بها، هاي لازم نحكي بها. لا استاذ حيدر لا تعطينا اياها هيك بس، هاي سمعنا بها ونريد نعرفها. تمام. نرجع وياكم، لكن خلينا نروح وياكم مشاهدينا الى فاصل ونواصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوفي. اليوم الحلقة مميزة لأنه بالتالي أكو معلومات اليوم راح نعرفها عن عملكم اللي البعض يجهلها. خليني يعني قبل الفاصل كنا نتحدث أنا وأستاذ حيدر عن موضوع السوشيال ميديا وتأثيره على عملكم. دكتور يعني في بعض الأحيان تنزلون خبر لكن يحتاج هذا الخبر بعد حين إلى تأكيد، إلى مؤتمر صحفي، إلى كذا، يعني الناس تتفاعل وياه أكثر. أكيد مرت بكم هيجي أمور لا تذكرون؟ إحنا أول ما بدت تتكاثر الإصابات فكان الموقف أسبوعي، بعدين صار يومي، حتى في فترة كان موقفين باليوم. اي رقم كنت اعلنه اني نكتبه اللي هو يجينا نصا من دارة الصحة العامة من المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية، وانا مسؤول عن كلامي، ما يوم من الايام ابدا لا من قريب ولا من بعيد كان هناك اي تهويل او تسخيف او تبسيط او تلاعب اذا تحبين تسميه. كما تصل المعلومة كما ترد تعلن للناس، وهذا من حقهم في مثل هذه القضايا. اتهموكم اتهامات فظيعة بهذا الموضوع. فعندما كنا نكتب الرقم 5 مثلا إصابات أو وفيات تصير 50 والعكس صحيح. فعلا. لما يكون العدد كبير اللي وردنا يقولون أنتم تبالغون، وإذا كان العدد قليل أنتم تخفون الحقيقة. يزيدون الأعداد لأنه على كل شخص يأخذون هالقد فلوس. اضطرينا إذا تذكرون ما اكتفينا بالموقف المكتوب، اضطرينا أنه نسوي فيديو يومي. حتى يتأكدون، حتى يكون هذا موثق، يعني حتى الرقم ممكن انه عندما ينقل يتلاعب به، لكن الفيديو صعب، هو هم ممكن حسب ما يقال، لكن اضطرينا انه على مدى سنتين ربما موقف كل يوم، وهذا امر مجهد جدا عندما تلتزم بموقف يعني يومي. يعني وقفتكم للامانه كانت وقفه مشرفه، يعني الكادر الطبي والوزاره وكذا. فهاي واحدة من التحديات اللي نواجهها. يعني أنا أحب أعلق على بعض الحالات اللي مرينا بها على موضوع يعني عدم مهنية القلة القليلة. طبعا أكثر الأخوة في وسائل الإعلام هم أخواننا وأصدقائنا ومهنيين، لكن مثلا كثير من الأمور صادفنا. أنا يعني مثلا تليفون يجيني رقم غريب، ألو تفضل، فرأسا تسمع أنه والآن معنا فلان، تلقى نفسك ببث مباشر مع جمهور مع مقدم برامج وتسأل عن أمور. أنت صحيح أنا متحدث رسمي لوزارة، لكن أنا ما تحضرني كل المعلومات مثلا في كل المحافظات، ربما حادثة الآن حدثت مثلا ربما ما عندي تصور كامل عنها، يعني هذا الموضوع، وتخليني بهكذا موقف تحرجني. طبعا أنت في بث مباشر، حتى أخي حيدر يعني أنا يعرف هو أنا أقصد من، لأن صارت مع أكثر من وزارة، أكثر من مدير إعلام، وبنفس الطريقة. هذه مشكلة مثل ما تفضل أخ حيدر، مثلا يعني مثل الحديث اللي دار بيناتنا قبل البرنامج، يسألني سؤال معين أو تعليق معين، أنت في مورد مختلف، فيأخذ هذا الموضوع. والأقسى ومرت بنا أن يكون مثلا يسجل كلامك بالاتصال العادي، في حين أن أبجدية المهنية الإعلامية اللي انتم جنابش ملتزمه بها يقول الصحفي راح اسجل لك وتسمع تون خاص على الموضوع، وانت عندك تصور ولو اولي عن الموضوع عن مثلا الموضوع مثلا انه انا راح تسالني على مثلا مرض الثلاسيميا او الحالات السرطانيه، وهكذا على الاقل يكون عندك فد مرجع او شيء. وايضا من المشاكل اللي نواجهها هو كثره وسائل الاعلام. يعني احنا
ايش قد هسه الفضائيات؟ اكثر من 100 ربما وايد مع الوكالات مع الاذاعه. طبعا هاي الرسميه، المشكله الاكبر في غير الرسميه وغير المعروفه. يعني انا تجيني رسائل واتصالات من وكالات والله ما سامع بيها، واسماء غريبه، اسماء حتى مو من بيئتنا مو من لغتنا. انا صحفي يا اخي على عيني وعلى راسي، يخول نفسه انه يسال عن اي موضوع. اكو بعض الامور طرق لها الاستاذ حيدر حتى احنا ما نقدر نوصلها فيها جنب امنيه مثلا. نعم. قضايا عندما كانت المعارك مثلا مع داعش فعلا. بعض الامور المتعلقه بحالات الاصابات الشهداء، هاي امور جنب امنيه يوجد مستوى معين حتى احنا ربما ما نستطيع ان نوصله. واذا عرفنا المعلومه انه انا ما مخول، توجد خليه اعلام امني هم المعنيين، هم المعنيين بتفاصيل انفجار مثلا، تصير حادثه معينه، ما نوعيه المتفجرات اللي يستخدمها، مو شغلي هذا. فهو يضغط بهذا الاتجاه ويحرجك، واذا اعتذرت من عنده يسوق هذا الاعتذار بطريقه انه انت لعد انت ما غير متعاون غير من غير متعاون. فهذه مشكله كثره وسائل الاعلام. يعني انا اقترح اخوكم الخبره المتواضعه اللي عندنا، انا اتمنى ان يكون تركيز اكثر للجهود والموارد الماليه والبشريه، انه تكون وسائل الاعلام يعني ترشق تقلص، ما اعرف يعني شنو الاليه الافضل، انه يكون اقل حتى هم الضغط علينا يقل. لان انت مثلا البرامج كثيره، واحيانا نفس الفضائيه، نفس الفضائيه فيها عده برامج، عده مراسلين، لما تعطي لشخص الاخ الاخر او الاخت يزعل، يريد خاص البرنامج. مشكله نواجهها مثلا احنا من نعمم بيان، يعرف استاذ حيدر من عممنا بيان على كل وسائل الاعلام، هاي نقطه مهمه، وفي نفس اللحظه ما اكو محاباه لاي وسيله اعلام، ما يكتفي بهذا البيان، لا انا اريد الا خاص الوسيلة الاعلام. اريد من عندك تصريح الي خاص بي. انا اتمنى، وطبعا احنا حسيت بسمار هذا الي. ابدا ابدا والله انا يعني مسؤول عن هذا الكلام، واتمنى يعني تتحققين من عنده. ما في يوم احد طرق بابنا يعني مراسل وجاي متعني للوزاره، لازم نطلب لا تصريح. لا انتم مشهودتكم الله يحفظكم. لكن احيانا انه انت تريدني احضر لعشر فضائيات، هسه الان خلال البرنامج مع جنابك توجد 9 اتصالات اجتني من وسائل الاعلام، طبعا ربما عتبوا علي، ربما قالوا دكتور سيف ما جاوب. يعني لازم شيء يصير يعني هم عندك يعني عائله، عندك بيت، عندك لا لا ابدا احنا بخدمتكم على مدار الساعه، احنا بخدمتكم، هذا واجبنا خصوصا في هذه الظروف اللي نمر بها. لكن اعتماد التصريح العام واخذه، وانه وزاره الصحه من خلال المكتب الاعلامي مثلا او الامانه العامه اعلنت القضيه الفلانيه، بعد انت يريد الا خاص لوزارتي. واحيانا بعض الاخوه الصحفيين يقول لي راح تعلون فلان قضيه ان شاء الله قريبا خلال ساعه، لا دكتور اريده خاص الي. يابا مو انت راح توقعني مشكله سبق صحفي، انا اقدر. وانا ارجع لبدايه حديثي، يعني هو ما المطلوب من الصحفي انه يرضى عني، ولا انا مطلوب من عندي انه ارضى. انا ادي واجبي، انا امثل مؤسستي، وانا موظف حكومي، عندي سياقات عمل، عندي مسؤول، عندي وزير يوجهني باتجاه معين ويعطيني مدى اتحرك ضمنه. فانا مو بالضرورة أنه أرضي جنابك أو أرضي الآخرين، طبعاً تبقى الأخوة والاحترام المتبادل موجود، فهذا لا يكون معيار أنه أنت ما جاوبتني على كل أسئلتي أو ما دخلتني على أي مؤسسة. بعض أحد الأخوة الإعلاميين المعروفين جداً يوم من الأيام اتصل، أنا أريد أدخل إلى مختبر الصحة العامة المركزي في عز أزمة كورونا، هذا بمستويات حتى أنا ما أقدر أوصلها، خوفا على سلامتك، خوفا على صحتك. انت ما مختص، انا صحيح طبيب، لكن هناك تفاصيل خاصه بالحالات الوبائيه، ناس مدربين داخل وخارج العراق فقط يصير. لا انا اريد ادخل، اذا انتم تخفون شيء اذا وهكذا، او اريد ادخل مركز العمليات وطب الطوارئ، عندنا غرفه عمليات يعني بالاشتراك مع القوات الامنيه والجهات الامنيه. يا اخي الكريم، نوعيه المعلومات هناك حتى احنا ما نقدر نوصلها، واذا وصلناها مو من المهنيه انه توصلها، وهكذا لابد ان يكون تفهم الطبيعة عملنا. فهذا حلو أشارت يعني لهذا أكثر الأمور اللي نواجهها بشكل يومي طبعاً، هاي المعوقات والصعوبات. أستاذ حيدر، العمل كمتحدث رسمي للأمانة العامة، هل هو يعني عذراً على هذا السؤال، بس هل هو ثقيل في بعض الأحيان بسبب الالتزامات، بسبب أنه في بعض الأحيان منطقتك من يشوفوك لازم يطلبون من عندك سالفة مثلا، جيرانك يطلب من عندك شغلة، وأكو شغلات ممكن تسويها وأكو شغلات ما تقدر تتدخل بيها. يعني مثلا في بعض الأحيان ماكو للطرفة، مثلا ما أجاك واحد وقال لك ما تطونا بكرة عطلة، ما تسوونا هيجي، ما تسوونا، أكيد مريت بهيج مواقف. هذه المواقف كثيرة، أنا أتشرف من موقعي و
أنه أقدم خدمة لكل الناس. هذه مو مجاملة ولا مبالغة. نعم. يمكن يعرفوني أكثر الناس، الأصدقاء المقربين. الغريب يجيني رقم غريب يتصل، أرقامنا متاحة عند كل أي واحد أريد رقم فلان، ما عندنا شيء سري، ونجاوب على كل الأرقام والاتصالات، ويطلع مواطن أو مواطنة من بغداد أو من محافظة ويطلب مساعدة. أنا بيا طبع ما أنطي أمل ولا إن شاء الله، لو إيه لو لا أدرس الحالة شنو هي المناشدة أو شنو الطلب. باستطاعتي صار وتدلل ودزلي البيانات، دزلي الشغلات إذا مستمسكات. موقف طريف مثلا من هاي الحالات، أكيد واحد فد يوم اتصل بيك وهو أنت مو يم الموضوع أساسا، يعني ولا يم السالفة، وممكن طلب من عندك طلب مو يمك. مرات مثلا يجي على مثلا طلب هو مو يم وزير الصحة، بس هو يسأله. لكن أكيد مريتوا بهيك ظروف. والله كلش هواية. بس أتذكر مرة شخص يعني ما أدري اتصل بي، هو شاب طالب بإعدادية أعتقد أو متوسطة. نعم. السلام عليكم. السلام أستاذ حيدر مجيد، تفضل. قال لي أنا أريد أقابل رئيس الوزراء. هسه اسمع منه شنو الموضوع، لان اكو فريق مناشدات ممكن نوصل معه. شنو موضوعك؟ قال احنا نريد دور ثالث. والله العظيم يا استاذ. زين هسه انت تريد دور ثالث، الموضوع هي وزير التربيه. نعم. وزير التربيه ما يقبل يطينا، احنا لازم نروح لرئيس الوزراء. فانت قيسي. هسه الشخص هو من حقه يعني هسه يريد شغله، بس يابا اني اولا أنا مو سكرتارية رئيس وزراء ولا أقدر. أي لا عاد تطلعهم بالتلفزيون النوب شنو تحولت الأمر إلى تهجم. يعني مرة صديق جدا جدا عزيز علي راد يعين ابنه. قلت له من تشوف ابني متعين تجي غصبا ما علي تأخذ تعيين. أنا عندي ابن وبنت بعمر وخريجين وقاعدين بالبيت، قسما بالله ما تدخلت بأي وزارة ولا أي جهة حتى أعين. والولد متزوج وعنده طفلة. سبب إحراجات هذه فعلاً. لأن أنا أعرف الحالة، أنا أعرف الوضع. هسه مثلاً تخابريني حضرتك، خابرني أي مواطن عنده شغلة، عنده حالة. قبل يومين أنا اتصلت بدكتور سيف، أكو حالة طارئة، اتصل بي شخص أكو حادث بمستشفى اليرموك، أبديت له مساعدة، خابرت الدكتور، الدكتور خلال 10 دقائق حل الإشكال وجاوبني وانتهى الموضوع. مواطن عادي يعني. مواطن عادي. قدمت له مساعدة هذه. بالضبط أي مساعدة، لكن أكو أمور خارج عن الإرادة. صح إحنا نداوم بمكانات حساسة، نداوم بالدولة، نطلع بالإعلام ونطلع بالتلفزيون، لكن والله إحنا يعني ما بدينا أشياء، أكو أمور إحنا أيضا نحتاج نسوي مناشدات عليها. وشيء بشيء يذكر للضحكه، يعني مرات يخابروك يقول لك لعد احنا شكو معينيك هناك، كانه ما هم كانهم اي لا لا شوفي اكو مثلا هسه انا انت سالتيني كمتحدث باسم امانه عامه والمهام، مهمه ثقيله جدا جدا ثقيله، اكو مسؤوليه. انا الان وياك هسه احنا نسولف كلام مو رسمي، ممكن اذا خطأت بحرف ممكن يعرضني لمشكله امام مؤسستي، لان انا احاسب على اي شيء، انا امثل مؤسسه ما امثل نفسي. يعني هذه دائما نتعرض لها. المرات تصير بعض الامور يستدعونا في لقاء في ملف معين، محور معين. هذه القناه وصارت وياي اكثر من مره، عندها مشكله ويا الوزاره الفلانيه، وطلعها بي انا كانه امانه عامه، ويحرجني بالجو يعني. فعلا هذه مو حلوه. مره صارت وياي في ازمه كورونا، واحده من القنوات حكيت عن موضوع، سالوني عن حظر التجوال، قلت لهم هذه جائحه عالميه مو فقط بالعراق، وممكن تطول هذه الجائحه سنوات، فموضوع حظر التجوال يبقى الحكومة العراقية تحسبه بحسب الموقف الوبائي. نزل تيكست حيدر مجيد نقطتين، حظر التجوال في العراق سيستمر سنوات. يعني دخلت بإحراج أمام مؤسستي، أمام كل يعني أنا يا أخوان ما قايل هذا الشيء. أنا موظف، فبالتالي ممكن إيه لا 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 سامح الله تتعاقب. شوفي هسه هم الآن الآن يعني أنا يوميا 5:30 الصبح قاعد، أطلع ساعة 6:30 أنا بالدوام، 6:30 7 إلا ثلث بالميت أنا بالدوام. أوصل بيتنا مرات بـ 8 بـ 9 مرات بـ 12 بالليل، مرات أبات.
اجى واجب فاجئ الان مثلا يعني الازمه اللي صارت ازمه الزلزال في سوريا وتركيا تقريبا 10 ايام يوم سوريا يوم تركيا يوم سوريا يوم تركيا نروح بالليل نرجع الفجر صحيح. نروح الصبح نرجع بالليل دوام ولود وركض ومسؤوليه والكل عبالهم انه احنا هذه ناخذ عليها ملايين وناخذ عليها والله حالي حال الراتب اي موظف قاعد وممكن حتى نصرف من جيوبنا يعني هسه هاي مو شكوى على مؤسساتنا او شيء بس هو حتى يعرفون انه احنا دنعاني يعني المتحدث يعني دوامكم مو مثل دوام لا لا طبعا الموظف الاخر عليه مهمات يجي يكملها ويطلع بس احنا مهماتنا اكثر ارتباطات بعد الدوام تليفونك مفتوح ارتباط نعم اتصالات بالليل يعني الدكتور سيف ارتباطه مباشر بالسيد الوزير انا ارتباطي مباشر بالسيد الامين العام انا عندي فريق اعلام حكومي في مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء فمسؤوليات متعدده وهوايه وبراسنا هواية مسؤوليات وشغل احنا يعني نطلب من الله انه يقوينا انه ان شاء الله نؤدي هذه المهمة وتؤدون هذه إن شاء الله. الامانة إن شاء اللي الله. موجودة على باعناقكم دكتور اكو موضوع شفته بالسوشيال ميديا بس ما اعرف هو صحته صحة الخبر شنو هذه من باب الامينة الجدري في النجف فعلا نفس ما هو ونفس ما طرقوا له توجد موجة او الجدري الحصبة او الجدري الماي حاليا موجه اكثر من موقع ماخذينه بطريقه مهوله يعني هاي مشكله احنا دائما نواجهها مثل ما مره من المرات احد الاعلاميين المهمين جدا جدا ما يزال هو يراس مؤسسه مهمه جدا يعني موضوع الطاعون اعلن انه اصابه طاعون او حسب سياق الخبر يعني هذا هو ممكن ان يكون حاله طاعون لكن اذا حدثت لا سمح الله طبعا راح يكون بوزارة الصحة منظمة الصحة العالمية يصير بإعلان رسمي وتأكيد من إصابته وإلى فد بروتوكول معين للتعامل مع مثل هذه الحالات فصارت ضجة انتشار هذا هو الاسم المرض بحد ذاته هو يرعب مخيف بمجرد أن شافوا في منطقة فقيرة يعني منطقة تعبانة شافوا أنه شخص يعني ما عنده بيت وكذا يعني عنده فد حالة معينة عنده فد مرض جلدي معين وقريب من عنده قوارض جرذان فربطوا لأن إحنا واحدة من يعني طرق انتقاله ممكن أن يكون من خلال قوارض فصار يعني انتشرت بسرعة فأنا اتصلت بهذا الإعلامي أستاذ محترم وأوجه له تحية حب واحترام السلام عليكم جنابك ذكرت بالبرنامج الفلاني الفضائي الفلاني هاي القضية والواقع وأنا مستند إلى الحقائق واحدة اثنين ثلاثة الرجل تفهم ووضح يعني ثاني يوم نفس برنامجه بنفس الوقت قال انا ذكرت هذا الشيء نقلا ووزارة الصحه هاي اجابتها صححت لي فهنا الاعلام المهني اللي يكون هو دوره انه ينقل المعلومه لكن ما يتبناها ويصر عليها بعض وسائل الاعلام بعض الاخوه لا يصير عنده ما اريد اسميه تعنت يعني يصير عنده يصر على انت تواجهه براي علمي مستند الى مصدر رسمي يعني انا المنهج اللي ماشي بيه بعملي بحياتي هو المصداقيه واعتماد المنهج العلمي اذا نتكلم عن هذا نتكلم الموضوع من اتكلم اي موضوع هذا انا ملتزم به بشكل يعني دقيق جدا انه ما اتكلم معلومه اذا ما كانت مستنده الى المصدر الرسمي مثلا رقم مثلا كورونا ذكرناها او حالات انت سالتيني على موضوع الحصبه احنا رسميا اللي متابع صفحه وزاره الصحه او وزاره الصحه احنا اللي صعدنا الخطاب وقلنا انه توجد موجه لاصابات بالحصبه هذا امر طبيعي ومرض متوطن كل بلدان العالم يحدث وفي اعمار معينه الاطفال وغيرهم الاجراءات المطلوبه 1 2 3 الاعراض 1 2 3 شلون تتصرف اذا شكيت بابنك عنده اصابه التهويل هذا نعم فشالوا موضوع بقى موضوع الجدري قضت عليه البشريه قضى عليه العلم يعني حاليا لا توجد اي اصابات منذ سنوات بسبب التطعيم الحمد لله هاي من النجاحات للعلم تاريخ البشري توجد فقط عينات من الفيروس المسبب في مختبرات معينه مختبرات متقدمه متطوره ومعزوله وما لا توجد اي اصابه جدري بالعالم هذا الموضوع مهم انا اذكر فت قضيه دائما اثرت بينا كثيرا في مطلع 2019 صارت طفل عندنا بمدينه الطب صار عنده فد التهاب بالحبل الشوكي فد حاله عصبيه معينه كذا فضعف بالاطراف اعراضه ربما
تشبه الى حد ما مثلا شلل الاطفال. مثلا فابو امه انا اتفهم من يخاف على ابنه، ربما يقول ابني بكذا وكذا. اوكي، اللي يحدد هذا المرض تشخيصه اكو بروتوكول خاص من منظمه الصحه العالميه، تاخذ عينات وتفحص داخل وخارج العراق، واطباء مختصين بهذا المجال. ولو صارت شلل الاطفال، احنا كدوله ذكر نقطه جدا مهمه، احنا ملتزمين الشفافيه، ما عندنا شيء نضمه على المواطن وخصوصا الحكومه الحاليه. سيد الوزير دائما ياكد احنا ما عندنا شيء، احنا نحكي فشلنا مثلا بقضيه معينه او نجحنا بقضيه معينه، لو كان هناك شلل الاطفال او غيره احنا نسوي مؤتمر صحفي يطلع السيد وزير الصحه المتحدث الرسمي يطلع خبير يا ناس يا عراقيين، احنا عندنا المشكله الصحيه الفلانيه، عندنا كوليرا وهاي اعراضها مثلا هكذا، والمطلوب منكم وحده اثنين ثلاثه، والمطلوب من عندنا وحده، هذا اللي سويناه وهذا اللي نطلبه من الجهات الاخرى. التوعيه عندكم هاي الاعلانات اللي بالضبط تنزل التوعيه. فالاخ الصحفي المحترم، يعني انا ما عندنا شيء شخص وياه، نوجه له تحيه حب واحترام، اعلن انه العراق هذا طفل صار بيه شلل الاطفال. تخيلي التبعات، طبعا هذا كم ام حزنت وكم ام شالت اكثر من هذا، اكثر قناة من متابعة هذا. طبعا صارت حتى مشاكل مع الفرق التلقيحيه، صارت ضربه لبرنامج التحصين حقيقه اللي احنا نفتخر به، اللي قضى على شلل الاطفال الى حد ما، طبعا هم لم يقضى عليه في العالم، احنا اخر اصابه سجلت وافده يعني كانت في 2014. انا المحل شاهدي هو خطوره مهنه الاعلام، خطرة جدا جدا وحساسة، ممكن كلمة واحدة ممكن تأثر على بلد بأكمله، بالضبط، ممكن تأثر على الأمن، ممكن حتى تهدد حياة إنسان. إحنا لما يصير مثلا ما يعرف بالخطأ الطبي، الخطأ الطبي يحدث حتى في أمريكا، في أوروبا ممكن أنه طبيب يغلط، إنسان بشر هو، لكن أنت إذا هو مو خطأ أو ما متأكد أنه هو خطأ وقال أنه هذا خطأ ابني ما كذا، هاي راح تحمس الناس، راح ربما اللي بلحظه معينه لحظه عاطفيه يروح يعتدي على هذا الطبيب، غضبهم على الدكتور فعلا، والاصعب انه يعتدي على بيته واسرته وسيارته او عيادته وكذا وكذا، وصارت حتى ناس فقدت حياتها بناء على اشاعه مو دقيقه. ولما نسوي الطب العدلي او التشريح يطلع مو خطا طبي، مع واكرر مع العلم انه من الممكن ان يحدث خطا طبي ويحدث، وكل يوم هناك كل عقوبات وتحقيقات في وزاره الصحه وغيرها. هذا اللي يمكن ما اعرف مخرجنا بعد عندي وقت اسال، عندي دقيقتين، خليني اسالك استاذ حيدر في هذه الدقيقتين نوزع السؤال ما بيناتكم. اليوم كمتحدث رسمي لمكان مهم جدا، الشباب، شنو نصيحتك للشباب اللي يريد مثلا يخوض هيجي غمار، هيجي موضوع، يعني انه يريد يصير متحدث في يوم من الايام، شنو النصيحه اللي تنصح فيها؟ انا ذكرت في بدايه الحلقة أنه الإعلامي مو شرط أنه هو خريج إعلام، المتحدث رغم صعوبتها لكن هي مهنة صعبة، لكن هي مهنة ممتع. كلش حلوة، تقعد ويا وسائل إعلام، تصير عندك علاقات، ممكن تتوسع علاقاتك وسائل إعلام خارجية. أهم شيء المصداقية، الشفافية، أنه تكون مهني، أنه لا تكون مثل بعض الناس اللي هو يحسب نفسه متحدث، أو اللي حكينا بالبداية أنه الفيك نيوز. العراق بي سلبيات هواية، نعم نعترف، لكن أكو إيجابية، أكو كاميرات وعيون وإعلام يغمض عن الإيجابيات ويباوع على السلبيات. طلع لي 10 سلبيات أنا وياك، والله طلعها بمهنية، لكن طلع الإيجابية وراها، قول بس أكو فلان شي صار، حتى تكون متوازن وتكون أكو مصداقية. لا تحاول تنتقص هسه هذا الكلاس، أقدر أقول إنه هذا الكلاس الشربة أقدر أقول عليه مو طيب، وأقدر أقول عليه مو طيب بطريقة غير لائقة جدا، ممكن تحرجك، فأنت اطرح بطريقة لائقة، انتقد بالسلبية، بس بالطريقة الإعلام هو مرآة الدولة، مرآة الحكومة. أنا اليوم ما أشوف كل العراق، أكو شاشات فضائيات وأكو وسائل إعلام، ألاحظ أكو هنا سلبية تساعدني وتساعدك، راح تخليني أنا أتحرك عليها، أتصل بالوزارة المعنية أو إذا يمي أو يم وزارة أخرى راح أصحح. فخلي نكون متفائلين. ردت مني حصري؟ نعم، هو أنا أنت اليوم مطلبتي مني حصري؟ يعني ماكو دقيقة ولو أخذ من عندهم. أها أي أريد فيه أي حصري، يعني هو مو كلش حصري بس هو يعني شبه بشرى لأهل بغداد. نعم. بالذات أنه قريبا جدا راح تطلق أول 3 مشاريع من أول حزمة
فك الاختناقات المرورية قريبا جدا. يا الله. ثلاث مشاريع راح تطلق وبعدها تباعا راح تطلق المشاريع الأخرى سنة ونص إلى سنتين. راح يصير زخم في بغداد، نعم راح يصير زخم، لكن هذه المشاريع راح تفك أزمة كبيرة من اختناقات ثلاث جسور بحدود 15 إلى 16 مجسر ونفق، تأهيل شوارع وساحات إن شاء الله. راح تصير يعني لمسة حضارية. نوصل لدوامنا بعشر دقائق؟ نوصل لدوامنا إن شاء الله بعشر دقائق. ينراد لها وقت وصبر، راح يذمر المواطن من الازدحامات اللي يصير إضافة إلى هذه، لكن وراها إن شاء الله راح تنحل. فقريبا جدا أول ثلاث مشاريع. حلو هذا الخبر دكتور. بشرى لأهلنا في محافظة ميسان، قريبا جدا إن شاء الله مستشفى مماثل لمستشفى السياب التركي اللي افتتحها دولة رئيس مجلس الوزراء في نفس اليوم المؤتمر مع المناخ قبل أيام. مستشفى مطابق له، سعة تصل إلى 650 سرير وحديث، قريبا جدا إن شاء الله يفتتح. حلو. في محافظة ميسان. بارك الله بك، بارك الله بك، وشكرا لجهودكم. شكرا. وإن شاء الله يا ربي دائما تكون الأخبار اللي تنقلها إن كان من وزارة الصحة أو من الأمانة العامة هي الأخبار المفرحة لهذا إن شاء الشعب الله. اللي تعب جدا. شكرا جزيلا لوجودكم. شكرا جزيلا. ورمضان كريم عليكم مرة لطيف. شكرا. شكرا جزيلا. مشاهدينا محطاتنا بعدها مستمرة، انتظرونا بمحطة جديدة غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.